أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. نقرأ في المدى: الصيادون العراقيون يواجهون الاعتقال وغرامات إيرانية ب$3000. وفي الزمان: إعادة 417 مهاجرا من مطار منسك إلى بغداد وأربيل. وفي كتابات: سرقة أكثر من $20 مليار من عقارات العراق. وفي القدس العربية: الكونغرس يسحب بند فرض العقوبات على روسيا من مشروع قانون الدفاع. في واشنطن بوست: قمة بايدن للديمقراطية تضم مدعوين لا يمكن وصمهم بالديمقراطية. في الجارديان: الفوضى في وزارة الخارجية البريطانية أدت إلى التخلي عن أفغان وتركهم للموت. في اندبندنت: حكومة الهندوس المتطرفة تستهدف بوليوود وممثليها المسلمين. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني وبمقال للكاتب مكي النزال: بنيت العملية السياسية في العراق المحتل على أسس قذرة، أسوأها الطائفية التي عول المحتلون عليها لتمزيق النسيج العراقي وتسخير المجتمع لاتباع ذيول الاحتلال الذي يضمن بقاءه وديمومته بذلك الاتباع. الاحتلال وضع أساساً آخر لبقاء الفوضى الهدامة والفساد والخنوع، وهو موضوع الانتخابات والديمقراطية المشوهة الزائفة التي تسبغ رداءً مهلهلاً للشرعية التي بقيت اسماً على غير مسمى منذ ترسيخها وحتى لحظة كتابة هذا المقال. فلقد واظب المعنيون باستمرار الوضع السيء في العراق على القيام بانتخابات عرفها العالم بأسره على أنها زائفة لا ترقى لمستوى تمثيلية محلية بائسة. وكذلك حرص هؤلاء على تمهيد الطريق للعملاء والمفسدين للفوز والبقاء وتأسيس إمبراطوريات جريمة منظمة فاسدة تؤهلهم أن ينفذوا مخطط الاحتلال المشؤوم. وتعد جريمة الترحيل القسري من أشنع الجرائم ذات الطابع الجماعي لكونها تدمر مجتمعات بكاملها وتنتهك أمنها وتشتت شمل عائلاتها، وعادة ما ترافقها جرائم قتل جماعي غرضه الانتقام والتنكيل والترهيب، إضافة لزج المدنيين الأبرياء في السجون وكذلك التغييب القسري. ويخطئ من يحمل الميليشيات الطائفية وحدها هذه الجرائم، فما تسمى الحكومة والبرلمان والجيش وقوات الأمن مشاركون رئيسيون فيها، إضافة للاحتلال وما يسمى بالمجتمع الدولي ودول الجوار والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية. هؤلاء جميعاً ومعهم مسميات دينية وقبلية يتقاسمون الأدوار لكي تكون الجريمة كاملة وبعيدة كل البعد عن المحاسبة وتصحيح المسار بإعادة المهجرين ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأضرار. مصيبة العراقيين هي أن هؤلاء الفاشلين اتجهوا للعودة إلى سلاح الطائفية ومن خلاله الجرائم أو لجرائم القتل والتهجير الجماعي، فتوجهوا إلى نواحي وقرى المقدادية في محافظة ديالى فارتكبوا فيها أبشع الجرائم لكي يلفتوا الأنظار بعيدا عن سقوطهم ولكي يفرضوا إرادتهم السيئة. ولا بد من التنبيه إلى أن هذه الجرائم ذات طابع ممنهج ومرسوم، لكنه ظهر الآن في حالة خاصة مستعجلة ناجمة عن وضع جديد قوامه وقوع المجرمين في فخ نصبوه لغيرهم، فهاجوا وماجوا وأزبدوا وأرعدوا وأجرموا وهم يرون زوالهم قريبا حتميا وقد بدأت فصوله الأولى. من بغداد إلى دمشق وبيروت وصنعاء تنتشر نصب وصور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني وغيرهم،
وكلهم زعماء إيرانيون لا صلة لهم بالأمة العربية، بل هنالك 1000 شاهد وشاهد على أن أيديهم ملطخة بدمائنا، ومعاولهم هدمت الكثير من مدننا، وتلاعبت أفكارهم المعطوبة بنسيجنا الاجتماعي، فرضت أذرعهم سيطرتها على كل مناحي الحياة في بلداننا. ولا تمر ذكرى وصولهم إلى السلطة أو وفاة هذا ومقتل ذاك إلا وكانت ساحات هذه الحواضر العربية مليئة بالشعارات والإيرانية وحناجر الميليشيات المصنوعة في طهران تهتف لها معظمة زعاماتها السياسية ومجددة العهد بالالتزام بما يأمرونهم به من قتل وتدمير وتغييب واستباحة. لأن الصفة السياسية والعباءة الدينية للزعامات الإيرانية هما وجهان لعملة واحدة منذ وصولهم إلى السلطة عام 1979، فإن أتباع وذيول ودمى وعملاء طهران في بلداننا العربية باتوا ملتزمين بكل ما يصرح به حاضنوهم هناك، لأن التصريحات السياسية هي فتاوى دينية من خلال انعكاس الديني على السياسي، والفتاوى الدينية هي ممارسات سياسية من خلال انعكاس السياسي على الديني، بمعنى أن التخادم ما بين الدين والسياسة في إيران هو سلوك يومي. لذلك نجد شعار الموت لأمريكا مصطلح مطاط فضفاض تفرضه متطلبات المرحلة، حيث خفت ولم نعد نسمع له وقعا إبان الاتفاق النووي في عام 2015، كما أن شعار الموت لإسرائيل مصطلح زئبقي ترتفع النبرة فيه عندما تريد طهران ابتزاز الولايات المتحدة والغرب. ولأن الرقص على الحبل الواصل ما بين الدين والسياسة يتطلب إضفاء نوع من القداسة، فلا بد من جعل الراقصين عليه بعمامة مثل خميني وخامنئي أو بأضعف الإيمان يحظون بمباركة أصحاب العمامة مع إضفاء كم من هائل من صفة البطولة عليهم مثل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. نحن أمام صناعة وتسويق وتصدير زعماء ورموز سياسية ودينية إيرانية لزعزعة اليقين الذي يعتصم به الناس من أن أمتهم قادرة على إنتاج زعامات ورموز وطنية خاصة بهم تستطيع امتصاص الرجات الكبرى في المجتمع، تضع الحلول الناجعة لها، ولديها القدرة على التصدي للتهديدات الخارجية من خلال بناء مشروعها الخاص الذي يلبي الحاجات المستقبلية للأمة. ناقش تقرير فرنسي معاناة الصيادين العراقيين في الجنوب الذين وصفهم بأنهم يعيشون قلقا دائما من اعتقالهم من قبل القوات الإيرانية والقوات الكويتية في مياه أو في مياه شط العرب. وينقل التقرير عن صياد عراقي يدعى عبد الله قوله الذي تابعته صحيفة المدى: لدينا الكثير من المشاكل مع الإيرانيين، وبمجرد عبورنا الحدود بسبب التيار يعتقلوننا. يشتكي صيادون عراقيون بينهم طارق زياد من أنهم يتعرضون لمضايقة سواء من إيران أو الكويت، وعندما تغادر قوارب الصيد في مياه شط العرب وإلى أعالي مياه الخليج تجريفها التيارات إلى المياه الإقليمية الكويتية أو الإيرانية. ويقول زياد: الإيرانيون يدخلونك السجن ويغرمونك 3000 دولار. قبل أيام قليلة اعتقل أخي من قبل دورية نهرية إيرانية ودفع 3000 دولار. من جانبه أكد رئيس نقابة صيادي الفاو بدران التميمي أنه ليس هناك أي دعم من الحكومة العراقية، لافتا إلى أن الكويت تسارع لاعتقال الصيادين العراقيين الذين يدخلون دون قصد إلى المياه الإقليمية للكويت. ويؤكد التميمي أنه ذهب إلى الحدود الكويتية لاستقبال 3 صيادين اعتقلوا من قبل الكويت، مضيفا: هذا الأسبوع فقط ذهبت 3 أو 4 مرات. ويقول عبد الله بحسرة واضحة: نبحر للصيد وبعد 8 أو 10 أيام نعود 500 كيلوغرام فيما كنا نصيد 3 أو 4 أطنان قبل 20 عاما تقريبا بنفس الفترة،
وفي ظل المراقبة المشددة من قبل الدول المجاورة للعراق، إضافة لارتفاع أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، باتت رحلات الصيد تقتصر فقط على مناطق محدودة. حتى داخل نهر شط العرب لم يعد حجم الصيد يكفي لإطعام الصيادين وحدهم، نظراً لانخفاض منسوب النهر بسبب الجفاف الشديد في العراق جراء نقص المياه من دول المنبع إيران وتركيا اللتين أقامتا سدوداً على مجرى نهري دجلة والفرات. ولفت عالم الأحياء في الجامعة المستنصرية في بغداد إياد عبد المحسن إلى أنه عند انخفاض منسوب مياه النهر ترتفع مستويات مياه الخليج، ونرى الكثير من الأحياء البحرية في شط العرب بسبب زيادة الملوحة. التحدي الأول الذي يواجه الشعب الفلسطيني كما يواجه العرب والمسلمين كافة وكل من يعتبر نفسه من أهل العدالة والتحرر في العالم يتمثل في كل ما يعد الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداء على المسجد الأقصى كاقتسام الصلاة فيه بإقامة الصلاة اليهودية الصامتة التي أجازتها محكمة صهيونية مؤخراً، أو كالاحتفال في عيد الأنوار اليهودي، أو كما إشعال الشمعدان الرمز الديني اليهودي في أرجائه ومن حوله. هذا التحدي يحمل طابع الحرب الدينية بلا لف أو دوران، كما يحمل طابع الحرب الاقتلاعية للشعب الفلسطيني من أرضه وقراه ومدنه، وذلك بهدف تهويد القدس والاستيلاء على كل فلسطين. صحيح أن حركة تحرير فلسطين ذات طابع وطني تحرري ولا تشن حربا دينية، ولكن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل تحمل من جانب الكيان الصهيوني طابع الحرب الدينية إلى جانب حرب الاقتلاع والإبادة والسيطرة على فلسطين، ولهذا يجب أن يكشف هذا البعد من أجل ردعه، ويجب أن يرد عليه إلى جانب الرد الوطني التحرري برد دفاعي إسلامي من المسلمين كافة باعتباره عدواناً على الدين وليس على الأرض والإنسان فقط، وهو ما يجب أن يضغط باتجاهه عربياً وإسلامياً، كما يجب أن تشن الحملة العالمية على الكيان الصهيوني ليس باعتباره مختصباً لفلسطين وعنصرياً واستيطانياً واحتلالاً وخطراً على السلم والأمن العالميين فحسب، وإنما باعتباره مداناً بشن حرب دينية ضد المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومنتهكاً للمقدسات المسيحية والإسلامية كما للتراث والهوية والتأريخ. أما التحدي الثاني فيتمثل في المساعي التي راحت تستغل المطلب المحق والعادل بكسر الحصار عن قطاع غزة بحرفه إلى مشاريع تستهدف سلاح قطاع غزة ومقاومته، وهو ما تشجعه إدارة بايدن والكيان الصهيوني انتقاماً للهزيمة التي ألحقتها حرب سيف القدس بجيش العدوان الصهيوني وحربه على قطاع غزة في أيار مايو الفائت. هذا التحدي يريد أن يحقق من خلال رفع الحصار بإعادة البناء والتشغيل والتعويض عن الخسائر ما لم يحققه العدوان الإجرامي الهمجي. قالت مجلة فورين بوليسي إن مشهد خضوع الفلسطينيين لنقاط التفتيش الإسرائيلية يختفي على شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم التحدث مع عائلاتهم التي فصلتها عنهم الأسلاك الشائكة ونقاط الجيش، إضافة إلى التواصل مع العالم الخارجي. إن هذه الوسيلة مهددة بسبب التقاء ثلاث قوى، الأولى هي جهاز الشرطة والمراقبة الموسع للاحتلال والذي يتم استخدامه لتتبع وترهيب وسجن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بسبب كلامهم على الإنترنت، والثانية عبارة عن شبكة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لاستهداف التعبير المؤيد للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، والقوة الثالثة والأكثر إثارة للدهشة
الدهشة هي الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية التي أبدت استعداداً واضحاً لإسكات الأصوات الفلسطينية إذا كان ذلك يعني تجنب الجدل السياسي المحتمل والضغط من الحكومة الإسرائيلية. وتظهر هذه القوى معاً كيف يمكن لحكومة ديمقراطية ظاهرياً أن تقمع حركة شعبية على الإنترنت برضا المديرين التنفيذيين الليبراليين ظاهرياً في وادي السيليكون، وهذا سيمتد ليستخدم ضد الناشطين في أنحاء العالم. استثمر الجيش الإسرائيلي بشكل كبير في قدراته على التأثير على الإنترنت، حيث قام بتجنيد المدونين ومصممي الجرافيك وإنشاء وجود قوي على مواقع فيسبوك، تويتر، يوتيوب. وخلال أوقات النزاع نظم طلاب الجامعات الإسرائيلية غرف الهاسبارا لإنتاج محتوى مؤيد لإسرائيل. وتنبهت بعض المجموعات داخل شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إلى التآكل المستمر للحقوق الرقمية الفلسطينية. وفي أيلول سبتمبر دعا مجلس الرقابة على فيسبوك إلى إجراء تحقيق مستقل في ممارسات تعديل محتوى فيسبوك تجاه المحتوى المؤيد للفلسطينيين لتحديد ما إذا كانت قد طبقت دون تحيز. نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريراً قالت فيه إن مسلمي الروهينجا يطالبون مدير شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بتعويضات 150 مليار دولار، متهمين منصته الاجتماعية بتغذية الإبادة التي تعرضوا لها في ميانمار عام 2017. أشارت في تقريرها الذي أعده ريتشارد لويد باري ومين ييك ياو إلى أن الضحايا اتهموا في دعوى قضائية بريطانيا والولايات المتحدة بالتغاضي عن خطاب الكراهية الذي انتعش على المنصة الاجتماعية وقاد إلى مذابح لأهلهم. جاء في الدعوى التي أعلن عنها في لندن والولايات المتحدة أن خوارزميات فيسبوك نشرت وضخمت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينغا الذين عاشوا في غرب ميانمار وعملوا في داخل بلادهم بعنصرية واحتقار من الغالبية البوذية، ويطالب محامو الضحايا بتعويضات تصل إلى 150 مليار دولار في أضخم قضية يرفعها ضحايا جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في العالم. ويقولون إن فيسبوك فشلاً ذريعاً رغم قصوره في مراقبة المحتوى المعادي للروهينغا بتعيين محكمين قادرين على قراءة اللغات البورمية والروهينغا أو فهم المشهد السياسي المحفوف بالمخاطر في ميانمار. ويتهمون الشركة بالفشل في حذف المنشورات التي تحرض على العنف أو إغلاق الصفحات التي روجت لخطاب الكراهية، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان والتقارير الصحفية ومنذ عام 2013 وأن هذا المحتوى يضيف للوضع المشتعل. وكان دخول فيسبوك إلى بورما عام 2011 انعكاساً مهماً وساهم بشكل مادي في التطور والنشر الواسع لخطاب الكراهية المعادي للروهينجا والتضليل والتحريض على العنف التي تحولت إلى سبب جوهري في عملية الإبادة اللاحقة. كشفت دراسة بريطانية كبرى حول التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد 9 أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم، وذلك وفقا للنتائج. أقال ماثيو سنابي الأستاذ في جامعة أكسفورد لرويترز: اكتشفنا استجابة جيدة حقا للمناعة، في واقع الأمر أقوى من الحصول على الجرعتين من لقاح أسترازينيكا. وقال باحثون في جامعة أكسفورد إنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح موديرنا أو نوفافاكس فإن الجسم ينتج أجساماً مضادة وخلايا أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان اثنتان
من لقاح أسترازينيكا. والآن إلى كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.